الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في جمل وقعها على الرجل الذي يعاني من تأخر إنجاب أو على الزوجين اللي بيعانوا من تأخر إنجاب، عشان أبقى واضح، كلمات قاسية جدا، من ضمنها كلمة هناك انعدام في الحيوانات المنوية. ولما أقول هذه الجملة دايما أنتوا هتقولوا بعديها، طب أنت هتقولي بعد كده معايا ليس هناك شيء يقال بعد هذه الجملة. لا، يبدو أن العلم الحديث جعل هذه الجملة ليست نهاية الحوار، ليست آخر سطر في الصفحة، بل هناك ربما بوارق أمل، وهناك أشياء جميلة قد تحدث بعد ذلك، بعد الظلام الدامس في كلمة انعدام الحياة المنوية قد يأتي النور بانفراجة رائعة جدا. تعالوا نفهم هذا المعنى مع ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب الذي يبدع دائما في حواره، الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة تأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، عضو الجمعية الأمريكية لتأخر الإنجاب. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كلمة مخيفة قوي، تمام، إنك تقول لزوجين عملنا تحليل او لصبه هو هيبقى موجودين. تمام هو جاي هو امراه ساعات بيجي الواحد تمام في الموقف ده ممكن يجي الواحد تمام. انت عندك انعدام في الحالات المنويه، تمام، هو ساعتها في جمل كده في الطب بعديها بتشوش الصوره، صح، وبيحصل طنين، صحيح، لا هيسمع بعديها انت هتقول ايه، صحيح، ولا هيشوف اي حاجه، خلاص الصوره اسودت. ده حقيقي، هي صورة قاتمة بتنزل قدامه، بس يعني أنا يعني ببشر الرجال اللي هم عندهم المشكلة دي، بس قبل ما ببشر الرجال فهو دكاترة الرجال نفسهم، بس أنا بنقل تحياتهم لحضرتك كلهم. أشكرك. هو أنا النهاردة موجود بصفتي دكتور هشام الشاعر المفوض من استشاريين الذكور اللي موجودين في مراكز الرياض الخصوبة والصحة الإنجابية. احنا يعني قعدنا مع بعض واتفقنا ان الا عن الرسالة بتاعتهم اللي هم ينقلوها لحضرتك عن طريق، فانا مفوض منهم، فانا هتكلم بنيابة عنه، تمام، عشان لو حد جه وفتح كده الحلقة وشافني بتكلم في الذكور ما يعرفش ان انا او ما يفتكرش ان انا قلبت التخصص بتاعي. التخصص بتاعي هو تخصص امراض النساء، بس انا مدير لمنظومة. المنظومة ديت فيها شق امراض نساء، فيها شق امراض ذكوره، فيها شق ما يسمى بالامبريولوجي اللي هو علم الاجنه والتكاثر، يعني في كذا لجنه علميه بالظبط كده. وده فعلا دي اللي احنا بنعمله في مراكز الرياض، اللي هو المانجمنت بلان او الميديكال كوميتي، اللي هو اللجنه العلميه اللي بتقيم كل حاله، وكل حاله بناء على حالتها بنحط الخطه العلاجيه. طيب الحاله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، راجل صديقي جدا وحبيبي جدا، اي راجل يعني اتعمل له تحليل سائل منوي وما طلعش في حالات منويه خالص موجوده في السائل المنوي، فالدكتور طلب له التحليل المبدئي البدائي اللي بيتعمل الحالات ديت، تحليل هرمون اسمه الاف اس اتش، وفي هرمون اف اس اتش موجود في الرجاله زي موجود في الستات، برضو موجود في الرجاله. طب الستات الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل المبيض، والرجاله الهرمون ده بيطلع من الغده النخاميه بيشغل الخصيه. طيب لما يكون الخصيه الوظيفه بتاعتها فيها ضعف، الهرمون ده اللي اسمه الاف اس اتش اللي بيطلع من الغده النخاميه بيعلى، زي ما كان حضرتك بتنادي على حد ما بيردش فتعلي صوتك، او تخبط على حد ما يردش فتخبط اكتر، برضه الهرمون ده مستواه بيعلى. الرجل ده لما يطلب منه انه يعمل تحليل سائل منوي اف اس اتش ويطلع رقم عالي، دكاترة الذكورة اللي هو يعني متفقين هو اكتر من 12، ده رقم عالي، طلع 20 30 40 50 80 حتى، الراجل ده للأسف بيتصدر له صورة سوداوية خاطئة، صورة سوداوية لكنها في نفس الوقت خاطئة، ألا وهي أنت أيها الزوج اللي السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منوية وتحليل الاف اس اتش بتاعك عالي، أنت ما عندكش أمل في الخلفة. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. هل الرجالة دول اللي هو عندهم حيوانات منوية ما عندهمش حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي وتحليل الاف اس اتش بتاعهم عالي،
هل دول عندهم أمل في الخلفة؟ الإجابة بإذن الله بإذن الله آه. هل الأمل هيكون في حقن مجهري أو هناك أمل أخر؟ سؤال عظيم خالص. عارف يا دكتور أيمن، لو كان الـ FSH كويس طبيعي يبقى ده إلى حد كبير معناته وظيفة الخصية كويسة. يبقى الله، طب إزاي وظيفة الخصية كويسة وما فيش حيوانات منوية موجودة في السد المنوي؟ يبقى المشكلة في القنوات المنوية أو في الحبل المنوي اللي هو بينقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الخارج. تمام؟ هو المفروض السد المنوي ده في جزء حيوانات منوية من الخصية وفي جزء سائل منوي من الحويصلات اللي حوالين الخصية. تمام؟ ده ببساطة كده. الحويصلات شغالة، الحويصلات شغالة والقنوات بتاعتها مفتوحة وبيطلع سائل منوي، لكن لو الخصية شغالة بس القنوات بتاعتها مقفولة مقفولة يبقى ساعتها فعلا سائل منوي مش هيكون فيه حيوانات منوية، بس مش عشان ضعف في الخصية، ده عشان انسداد في القنوات المنوية. الرجالة دول ممكن يكون ليهم طريق، ممكن مش أكيد، ممكن يكون ليهم طريقة علاج غير الحقن المجهري. التوصيلة، ولو أن التوصيلة ليها نسبة نجاح مش دايما أحسن حاجة، بس وارد أنها تكون طريقة علاج. لكن الرجال اللي السائل المنوي بينزل من حويصلات منوية بس ما فيهوش حيوانات منوية بسبب أن الخصية نفسها هي اللي ضعيفة، لا مجال غير الحقن المجهري. ثالث مرة لا مجال غير الحقن المجهري. طب أقول الرابعة، لا مجال لعملية الدوالي في علاج هؤلاء الرجال. يعني الراجل اللي هو عنده سائل منوي ما فيهوش حيوانات منوية ما يتعملوش عملية دوالي عشان يخلف طبيعي، ولو اني معترض على كلمه طبيعي، تلقائي يعني من غير حقن مجهري. لا مش كده، هو كل الخلفه طبيعي. بالظبط كده، بالظبط كده. تاني، يعني الدوالي مش هي علاج حيوانات منوي، زيرو حيوانات منويه في السائل المنوي عشان توصل ل 15 مليون ويحصل حمل عادي او تلقائي. لا مش كده. ليها مجالات اخرى الدوالي ممكن تعمل، بس مش المجال ده نهائيا. تمام، عشان الناس تبقى عارفه بس المعادله واضحه. بالظبط كده، الدوالي ملهاش دور في علاج رجل عنده زيرو حيوانات منوية، انعدام حيوانات منوية. بالزبط. وتكون الدوالي واحدة من أساليب العلاج لتأخر الإنجاب. الله، ساعتها يبقى ضحك على الدقوق. صح كده، الله ينور عليك. بالظبط كده، لكن كده. ممكن الدوالي تعالج لسبب تاني أو لهدف تاني. صح، ما نقولش ما بتتعالجش، بس الهدف إيه؟ أنت بتقول الشارع ده بيوصل للبيت الفلاني. تمام، هو بيوصل لأي بيت، لكن البيت الفلاني لأ، ما بيوصلش البيت الفلاني. صح، الدوالي في حاله انعدام من حالات المنوية لا تؤدي الى علاج تاخر الانجاب. هايل جدا جدا. لكن اللي احنا بنتكلم حاله عليها النهارده هي حاله ضعف في الخصيه نفسها. القنوات مفتوحه وكل حاجه بس الخصيه مش شغاله. الرجاله دولت هل في مجال غير الحقن المجهري؟ ما لهمش الا مجال الحقن المجهري. وشغلنا الشاغل بقى ان احنا ازاي نزود من فرص ان احنا نلاقي حيوانات منويه لما نيجي نبحث عنها في الخصية. عينة الخصية دي كلمة مخيفة جدا، انت تقول لراجل هنعمل لك عينة من الخصية عنده تخيل قديم. صح، لأساليب قديمة كانت بتتعمل لعينات الخصية، أساليب صحيح يعني قاسية جدا. صحيح، هو عموما الرجالة بيخافوا جدا جدا نفسهم أكتر من الستات، على فكرة ده حقيقي فعلا. الست عندها إقبال جدا، وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تنجب. الله ينور عليك. بالظبط، الراجل لا ممكن عادي مفيش مشكلة، خصوصا لو كان مخلف قبل كده. يا خبر أبيض، لو كان مخلف قبل كده بيطلع عينينا، بس يعني إن شاء الله بيستجيب في الآخر يعني. تمام، وعلى فكرة ممكن راجل يكون مخلف قبل كده، عشان الفكرة دي مهمة جدا، مخلف قبل كده مرة واثنين وستة ودلوقتي لا استنى بس، ودلوقتي ازوسبرميا يعني سائل منوي غير حيوانات منويه. دي بقى بص، تخيل ده تخيل ده ممكن علميا يحصل. يحصل جدا، بس ده يوم عند غير المثقفين وعند غير المتعلمين. يوم اسود يوم كارثه. عشان كده انا يعني بقول الجمله واقول اللي وراها على طول. هو حضرتك يا استاذ فلان دلوقتي ما فيش حيوانات منويه، بس ده وارد ان هو يحصل، عشان انا عارف دماغه هتجيب في حته تانية خالص، بس ده وارد ان هو يحصل، لان في تغيرات ممكن تحصل، في التهابات، في لخبطه هرمونات، في دوالي ممكن تحصل، ممكن اصلا الحمل اللي حصل قبل كده ده كان حمل يعني حصل صدفه بحيوانات منويه ضعيفه خالص، بس اصبح دلوقتي اضعف ومفيش حيوانات منويه، يبقى ده وارد.
وارد وارد ان في راجل يكون مخلف مره واثنين ودلوقتي مفيش حاله منويه في سائل منوي خالص. هو الحقيقه اللي بيكتبوا سيناريو افلام ومسلسلات لو قعدوا معاك لو قعدوا مع منظومات هيطلعوا بافكار في السيناريوهات الافلام مثيره جدا. ان الراجل يجي هو وثلاث عيال ولاده كبار كده واتجوز واحده وجايبينه هو مثلا معاه فيقول له على فكره يا حاج انت يا فندم انت ما عندكش حالات منويه. لو وعد قالها له بدون وعي علمي او بدون وعي ثقافي الراجل ده هيلف للعيال يقتلهم بالظبط وهيفتكرهم مش ولاده. صحيح. وهم ولاده بس صحيح. حصل تغير عليه. صحيح. ما احنا لازم نبقى واضحين في الحته دي. صحيح. تمام. الحمد لله واجهنا بالحقيقه وخلاص وهو فهم خلاص الوضع بتاعه عامل ايه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نمشي في سكه ان هو ربنا يكرم ويحصل حمل. ربنا يكرم ويحصل حمل عن طريق حمل عادي قلنا ده طبيا هيبقى مش عاوز يقول مستحيل ربنا قادر على كل شيء بس هو صعب جدا جدا جدا. احنا محتاجين نعمل حقن مجهري، محتاجين ان احنا ناخد 10 15 حاله منوي ونعمل بيهم الحقن المجهري. هناخدهم منين؟ من الخصيه، عن طريق عينه الخصيه. طمنا الراجل. طيب هنعمل عينه الخصيه، هنعملها بالطريقه القديمه؟ لا خالص، ما بقيناش في مراكز رياض الخصوبه والصحه الانجابيه نعملها بالطريقه القديمه. ايه القديمه وايه الجديده؟ اللي احنا شايفينه على الشاشه دي قديمه ولا جديده؟ يعني دي مش يعني تمام، يعني حتى دي مش ما اقولش عليها عينه خصيه، دي اقول عليها فاين نيدل اسبيريشن اللي هو سحب بالابره من الخصيه. مش عينه. يعني بدايات عينه الخصيه كانت عينه واحده كده بتتاخد اطفى والدكتور ونصيبه والراجل ونصيبه وكل الناس ونصيبهم، ويا تطلع يا ما تطلعش. عمياني نسبة ان العينة تطلع حيوانات منوية فيها ما تزيدش عن 4-5%. في سؤال غبي شوية سألت. تمام. هل الخصية دي نسيج مترامي الأطراف صحرا كبيرة يعني؟ هايل. لأن الناس كتير في دماغها ان يعني عينة هدخل يعني المسألة أصلا مش وده كان زمان اللي بيحصل ان هو كان بيتاخد عينة إلى حد ما نسبيا كبير عن طريق مقص جراحي، عن طريق مقص جراحي، تمام؟ قالوا طب ما هو لو خدنا عينة واحدة، الكلام ده أنا بتكلم عن 10-15 سنة كده. طيب لو خدنا عينه واحده نسبتها 4-5% طالع حاله منويه، طب ما ناخد اكتر من عينه، اكتر من عينه ده احنا هنلبش نص الخصيه عشان خاطر نلاقي حالات منويه للراجل ده. خلاص الكلام ده اتلغى دلوقتي، حتى العينه العشوائيه المتعدده اللي هو اكتر من عينه ما بقتش تتعمل دلوقتي في الاماكن الكويسه المتخصصه. امال اللي بتعمل دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ مش عينه خصيه، دي اسمها التفتيش الميكروسكوبي، مايكروميكروسكوب تيسي، اللي هو استخلاص عينه من الخصيه بالتفتيش الميكروسكوبي. اللي احنا شايفينه ده نموذج لتفتيش ميكروسكوبي. اللي احنا شايفينه ده الخصيه متكبره 30-40 مرة. 30-40 مرة، شايف دكتور ايمن؟ تمام. لو نقف بس لحظه كده عند الفيديو دوت، الدكتور ذكوره دلوقتي هو بيعمل ايه؟ في مناطق بيضه وفي مناطق لونها بينك وردي شويه. المناطق البيضاء هي دي اللي متوقع ان احنا نلاقي فيها حاله منويه، اللي احنا بنسميها البؤر المنويه. دي اللي الدكتور الذكوره بياخد منها العينه، هو كده خد العينه، شايف خدها بايه؟ بملقاط. تمام؟ يعني مش بمقص وخد هفشه، ده هو يا دوبك خد الحته دي من على السطح بس خلاص كده، هي دي العينه خلاص، هي دي العينه انتهت. خلاص خلصت دي العينه. على فكره الخصيه دي متكبره 30-40 مرة. يعني العينه دي او التفتيش الميكروسكوبي ده كاني خدت سن دبوس. تمام يا دكتور ايمن؟ طبعا احنا شايلين الجلد من على تمام وبنرجعه تاني بيتخيط الجلد عادي. تمام. طيب انا قلت دلوقتي حاجه اسمها التفتيش الميكروسكوبي، هقول كام خطوه كده عشان خاطر نعرف ايه الفرق بينها وبين العين العاديه. اول حاجه يا دكتور ايمن، مين اللي بيعملها؟ دكتور جراح عادي ولا دكتور امراض ذكوره؟ ذكوره طبعا. دكتور امراض ذكوره طبعا لازم عشان يكون عنده مهاره ان هو هيعمل دي، مهاره يعمل دي صعبه، هي دي فيها تكات تخليها صعبه. اشتريت حاجات قريب اونلاين. حاجات معقول خالص خالص خالص؟ اصل بعد الكورونا بقت ناس كتير بتشتري اونلاين. لا مش بتكلم على منتجات طبيه، لا اي حاجه، اي حاجه في العموم يعني. والله العظيم. تمام. انا لازم اروح المحل كده اقعد وامسك الحاجه بايدي قبل ما اشتريها. تمام. السيدات بيشتروا حاجات كتير قوي دلوقتي. في ناس حياتها كلها بالظبط كده. المنتج اللي هم بيشتروه بيجي لهم كده، المنتج ده بيجي لهم متغلف كده في الورق اللي هو الشفاف اللي هو بيقعد يدقدق ده. انا بحبه جدا جدا، متغلف جامد قوي 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 ومحطوط في كيس. على فكره مش بتكلم على المنتج بتاع الاونلاين ماركتنج ده، انا بتكلم على الخصية. هو ايه المنتج ده؟ دي الخصية.
وايه اللي هو اسمه ايه الورق دوت والبتاع كيس الصفر اللي هو لا دي اسمها التونيكا. تونيكا اللي هو الكونكتيف تيشو النسيج الضام اللي حوالين الخصيه. أوكي. ماسك في الخصيه جدا 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 اللي هو الغلاف. الغلاف بالظبط كده. الغلاف تمام. وحواليه بقى الكيس اللي هو الكيس الصفن بقى تمام. طيب دكتور الذكور هيفتح فتحه صغيره جدا جدا في الكيس اللي بره الكيس الصفن، هيطلع الخصيه بالنسيج الضام اللي حواليها، العلبه بالورق اللي هو اللي حواليها جامد قوي قوي ده تمام. النسيج الضام النسيج الضام ده هيفتح في لو عينه عاديه بيفتح فتحه صغيره وياخد عينه من الخصيه، او لو هياخد اكتر من عينه يبقى بيفتح فتحه هنا وفتحه هنا وفتحه هنا وفتحه هنا، الخصيه دي هتخرج مشوهه. ده الكلام القديم. امال مع التفتيش الميكروسكوبي على ايد جراح امراض ذكوره يعمل ايه؟ يفتح في التونيكا دي كلها، مش الخصيه، في التونيكا دي كلها كلها تمام يا دكتور ايمن، ويقلب الخصيه كانه بيقلب الشراب. الخصيه فين دلوقتي؟ بره التونيكا، بره نسيج الضام، بره نسيج الضام، وكل ده شايفه تحت الميكروسكوب زي ما شفناه من شويه. زي ما شفناه من شويه ساعتها هو شايف الخصيه كلها ومرسومه كانها خريطه، كانك بتدور على عنوان في الجي بي اس وتقعد تكبر 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 لحد ما توصل كده. وهي فعلا فيها طرقات كده وفيها خطوط يعني كانها مربعات مقسمه. ده حقيقي. يبقى هو ساعتها لما الخصيه كلها تخرج بره او 90% منها تخرج بره ويشوفها كلها تحت الميكروسكوب وهي كبيره وتبان فيها بقى الخطوط البيضاء اللي فيها البؤر المنويه اللي احنا شايفينها في الفيديو ده، هو هياخد سن ابره واحد او اتنين بالكتير وانتهى على كده، مش هبشه بالمقص خالص. زي ما خدنا كده قطفه صغيره بالجفت بالملقاط ومن بعيد عن نسيج الخصيه نفسه تماما الحقيقي تماما تماما. دي البؤر المنويه هي دي اللي هياخد منها العينات، وبنسبه 90% باذن الله هيكون فيها حيوانات منويه. يبقى ده تطور جديد في عينات الخصيه، ما بقيناش نسميها عينات خصيه، بقينا نسميها التفتيش الميكروسكوبي للخصيه. يا ما ناس اتعمل لهم قبل كده عينات وما طلعش فيهم حيوانات منويه، لكن لما اتعمل التفتيش الميكروسكوبي للخصيه لقينا فيهم حيوانات منويه وعملوا حقن مجهري وربنا كرمهم باطفال دلوقتي، ودي حالات اوريدي موجوده معانا في مراكز الرياض الخصوبه والصحه الانجابيه. خلينا نعمل حلقه عنوانها انه إن اذا قيل لك انه لا يوجد او انت بعيد كل البعد عن شيء معين وفي غموض في حالتك، ففي الوقت الحالي هذا الذي لا يوجد قد يكون موجود الآن. هذا الغموض والسراب والضباب اللي كان بيحيط بحالتك ما بقاش غموض ولا سراب ولا ضباب، أصبح كريستال كلير دلوقتي. صح الآن صح. كلام مش بس في الذكورة، خلينا نعمل حلقة مجمعة نتكلم على الفرق ما بين الضباب والسراب في القديم والكريستال كلير الوضوح الشديد الآن في الحالة. تمام. لأن احنا عملنا حلقة قبل كده اسمها ممكن جدا يتقال لكم يتقال للزوجين انتوا عندكم حمل غير مفسر السبب ويطلع وفي فيه سبب بالزبط. النهارده انت ما عندكش حالات منويه يطلع فيه حيوانات منويه بالظبط. في كذا منطقه في علم تاخر الانجاب اختلف الموضوع بشكل كبير جدا بالزمن، بعامل الزمن وبعامل الاحتراف. عامل الاحتراف ده مهم جدا. الرساله الاخيره، الرساله الاخيره بطمن كل الرجال بنسبه 95% باذن الله اي راجل باذن الله مع تطور علم وتطور تقنيات في امل جامد جدا ان ربنا يكرم يحصل حمل ان شاء الله. نورت وشرفت وابدعت كلامك. العفو. كل الشكر والتقدير لوجودك معانا. الله يخليك. والاستاذه والاستشاريين الذكوره بيسلموا على حضرتك كلهم والله. ده في حد من اسوان يعني عاوز يجي يسلم حضرتك، بس يا عيني في اسوان هيعرف يجي ازاي؟ مش عارف انا هكون فوق. انا هروح له، انا رايح الاقصر قريب وهفوت على اسوان. نورت وشرفت. تسلم دكتور ايمن. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم تاخر الانجاب، واحد من البارعين على المستوى العربي على المستوى العالمي الحقيقه، بيشرفنا دايما باسلوبه العلمي الراقي جدا وشرحه والتفصيل، الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب قصر العيني، استشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري، عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب، رئيس مجلس اداره مجموعه مراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه والعقد. نورت. اهلا دكتور، شرفت. شكرا جزيلا. خليكم معنا، سهل حلوه.